وانا بسمع بطلوا هاري جه في بالي واحد من اعظم رؤساء امريكا. دي حقيقه على فكره مش مبالغه. روزفلت اللي اتذكر في اغاني مايكل جاكسون في عز شكوى مايكل من الظلم والتهميش والعنصريه والفقر قال جمله مهمه جدا. قال لو كان روزفلت عايش عمره ما كان سمح بده ابدا. فيا ترى يا هل ترى مين ده اللي حتى في صراخ شكوى المظلومين بينادوا باسمه بعد وفاته بسنين كبيره جدا وكتيره جدا؟ تعال ما اقول لك انا. روزفلت كان محامي متفوق، رجل قانون بامتياز، حتى في بدايه حياته اصيب بمرض شلل الاطفال، حاجه صعبه جدا، وكان في خطر على مستقبله السياسي كله. الكلام ده سنه 1920. لكن العظماء بيبانوا من وهم صغيرين. العظماء بيصنعوا من الآلام دروس وعبر. العبر والدروس دي بتكون ليهم وللآخرين. وكانت فرصة لروزفلت إنه يفتح مراكز لعلاج شلل الأطفال. مسك روزفلت أمريكا سنة 1933 في أسوأ فترة تاريخية لأمريكا. كانت فترة الكساد الكبير. أعلى نسب بطالة، أعلى نسب جريمة، أقل مستوى في المعيشة، يعني بكل المقاييس هي أسوأ ظروف يمسك فيها رئيس أي دولة. لكن روزفلت زي ما اتعلم التغلب على شلل الأطفال اللي أنا بدأت معاكم القصة بيه، اتعلم برضو التغلب على كل الصعاب اللي بتقابله. بدأ في توظيف الشباب في الحكومة وعمل برامج كبيرة لمشروعات حيوية فعلا، وفتح كمان فرص للاستثمار والشغل، وبدأ في خطط ضمان اجتماعي وتأمين اجتماعي وتوزيع إعانات للأسر الفقيرة، وشجع كمان إنشاء نقابات عمالية، وشجع تنظيمات العمال، وكان الداعم والسند لهم في مواجهة أصحاب الهبيشة الحرامية. بدأت الحرب العالمية الثانية، وكان في ضغط أكبر لتعطيل برامجه ودعمه للعمال. ما قالش بقى حرب عالمية وأنا واخدكم من كساد يا أمريكيين ودي أزمة على الكل، لا، كمل في دعمه وبرامجه والرعاية الصحية كمان. حرب تانية أهي يا متعلمين يا بتوع المدارس. أعلن الحرب على اليابان، وبعدها أعلن الحرب على ألمانيا، وبدأ في ضخ مساعدات ضخمة للصين وأوروبا والاتحاد السوفيتي. روزفلت ما كانش ديكتاتور جاهل رغم صلابته بتنفيذ برامجه. يعني بعد تدمير الأسطول الياباني قام بمشاورة قيادات الجيش وقالوا له صعب نبدأ هجوم واسع في الوقت الحالي على اليابان، مفيش سلاح جو كافي. ما كانش بقى فيه وزير دفاع يقول له ايه برقبت يا ريس ومسافة السكة رجالة، لا، هو راجل دولة وقانون وعارف ان كل واحد أدرى بتخصصه حتى في عز الحرب والأزمة. أمر روزفلت بزيادة إنتاج الطائرات المقاتلة، وبالفعل اتضاعف الإنتاج السنوي بشكل يعتبر معجزة زي ما وصفوه في وقتها. بصوا يا جماعة، من الآخر الأمم العظيمة بتكون عظيمة بقيادتها الحكيمة اللي بتحترم شعبها وبتسعى طول الوقت عشان تحسن معاشتهم وتحافظ على مصالحهم. أما بقى الأمم اللا مؤاخذة الفاشلة فبتكون فاشلة بقيادات مستهترة بتشتغل مش للشعب، تشتغل لمصلحة دوائر الحكم الداعمين لضمان استمرارهم في السلطة أطول وقت ممكن. بيحبوا دايما وأبدا يلزقوا في الكراسي وحاطين في دماغهم إن هي كراسي خالدة مخلدة. لكن أنا بقول لهم اصحى انت وهو وفوق واعرف أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك.